مفاوضات سعودية حوثية ولطاحته بالرئيس هادي وحكومته، فلنشاهد التفاصيل. تتسارع الأحداث العسكرية والدبلوماسية في اليمن في الآونية الأخيرة، وفي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مأرب واحدة من أشرس المعارك بين القوات الحكومية المسنودة بالقوات المشتركة دفاعا عن المدينة من سقوطها بيد مقاتلي جماعة الحوثي، بعد أن باتت المعارك على مشارف عاصمة مأرب شرقي اليمن. وفي الجانب الدبلوماسي، تخوض الدبلوماسية الأمريكية مساعي جديدة في ظل توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس جو بايدن لفرض السلام في اليمن وإنهاء الحرب بعد 6 سنوات من الحرب. مزقت هذا البلد الفقير الذي يعيش سكانه واحدة من أشد المآسي الإنسانية في العالم، وخطر المجاعة التي يتهدد شبحها أكثر من 10 مليون يمني باتوا تحت خط الفقر. ويبدو أن السعودية باتت في طريقها للتخلي عن عنادها والسير نحو المفاوضات المباشرة مع الحوثيين، لا سيما بعد سلسلة متتالية من الهجمات الصاروخية والطيران المسير لأراضي المملكة والعوق السعودي واستهداف شركة أرامكو بمدينة جدة ومدينة الدمام المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي. وأفادت مصادر إعلام دولية بأن السعودية باتت تطمح إلى أن السعودية تطمح حاليا للحصول على ضمانات دولية بعدم تعرض مناطقها لأي هجمات من قبل الحوثيين فقط مقابل وقف الحرب المستمرة منذ 6 سنوات. وكشفت وكالة رويترز عن رفع السعودية مستوى تمثيلها الدبلوماسي في المفاوضات الجارية مع الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط. وقالت الوكالة نقلا عن مصادر دبلوماسية أن السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر يتواصل مع رئيس وفد صنعاء للمفاوضات مع محمد عبد السلام في ظل مساعي سعودية للحصول على ضمانة دولية بعدم استهداف أراضيها من قبل الجماعة الحوثية. وتحاول السعودية استثمار المزاج الدولي لتحريك عقلة السلام بغية الخروج من مستنقع الحرب في اليمن بماء الوجه وبما يحفظ ماء وجهها بعد 6 سنوات في حربها على اليمن. ويرى مراقبون للشأن اليمني بأن السعودية باتت تبحث عن مخرج لها من مستنقع اليمن، لا سيما بعد أن فرض عليها الحوثيين سياسة لم تكن تتوقعها منذ بداية الحرب في مارس 2015، والتي اعتمدت على النفس الطويل في المواجهة وحرب الاستنزاف للمملكة، وهو ما نجحت فيه الجماعة الحوثية. وتوقعوا أن تعيد الرياض وجهة نظرها من الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس هادي وقيادته المقيمة منذ 6 سنوات في المملكة، وأن تتجه لإعادة بناء ثقة مع الحوثيين لا سيما بعد أن فشلت في حربها التي خاضتها في اليمن منذ 6 أعوام وخسرت الشرعية مساحة كبيرة من الأراضي اليمنية أمام مقاتلي الحوثيين.